النهارده زي ما حضراتكم عارفين فاز المنتخب المصري لكرة اليد للسيدات تحت 18 سنة على كرواتيا، وده يمكن في أولى لقاءات المجموعة الرابعة من بطولة العالم في مقدونيا الشمالية بنتيجة 33 مقابل 31. حلو، لازم بالتأكيد نهني المنتخب بتاعنا على هذا الفوز، نهنيهم جدا، ونهنيهم إن هم أخلاقهم عالية، دي حاجة مهمة قوي. هو عموما هيبقى فيه ان شاء الله المنتخب بتاعنا بكره هيلتقي مع منتخب كازاخستان، وان شاء الله برضو هنكسب، وده هيبقى تاني اللقاءات بتاعت المجموعه الرابعه. لكن انا بقول لك احنا الاخلاق عندنا عاليه، لما بنات المنتخب بتوعنا يروحوا علشان يصافحوا عضوات المنتخب الكرواتي، وده اجراء جميل ومحترم وروح رياضيه ومتعارف عليه في كل اللعبات تقريبا، فنلاقي انه البنات بتوع كرواتيا رفضوا المصافحه ويسيبوا الملعب. انا ما فهمتش، هم ما خدوش بالهم مثلا او حاجه؟ مش عايزين نحكم على الناس بالزور برضو. طب خلونا نحاول الاول نكلم دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا بيك يا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. دايما تهانينا على فوز المنتخب بتاعنا النهارده. الله الله يخليك ويبارك فيك ويسعد كده الشعب المصري دايما مع كرة اليد المصرية. لا احنا باذن الله ناخد البطولة تالت ومتلت، ما يبقاش في زينا باذن الله. ناخد احنا اولا احنا تجربتنا في البنات يعني حديثة شوية. واحنا طبعا بناتنا متميزات وخدنا بطولة افريقيا. وبالتالي كنا ممثلين في بطولة العالم في مقدونيا. أيوه. بكل المقاييس احنا جهودنا وبناتنا كانوا على مستوى المسؤولية، ويعني حققوا الفوز على كرواتيا 33-31، وده يعني كان بالنسبة لهم، بالنسبة لكرواتيا مش بالنسبة لنا، كان بالنسبة لهم دي مفاجأة، لأنها كرواتيا دي كانت تعتبر الأقوى من وجهة نظر البعض. لكن احنا كنا عارفين ان بناتنا يستطيعوا الفوز على كرواتيا، بعدها كازاخستان، بعدها الهند، وان شاء الله ندخل ونتصعد ونتوقع مستوى طيب من فرقتنا بإذن وده الله. يعني هنعمل نتيجة بإذن الله أفضل من أي نتيجة سابقة لينا بإذن الله. بإذن الله بإذن الله مفيش خلاف، بإذن الله ربنا كبير، وإحنا بإذن الله ثقتنا في منتخب بناتنا تحت 18 بإذن الله يعني كبيرة جدا. كان يمكن عندي سؤال مبني على ملاحظة، إحنا شفنا الفرقة بتاعتنا وهي رايحة تصافح الفرقة الكرواتية، فاستغربت أنا جدا إنه الفرقة الكرواتية انسحبت من الملعب دون مصافحة، ليه؟ إيه اللي حصل؟ هو أولا بالنسبة لنا إحنا ده يعني ايه تقليد في جميع الفرق المصرية عشان ننبذ التعصب، وحتى في الدوري المحلي نشوف الاهلي والزمالك بيصفوا بعض بيلتقوا ببعض. احنا 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 الرياضة اذا طلعت من الاطار الاخلاقي بتاعها خلاص بقت فاضية، يعني صح. اهدافها خلاص تلاش، فاحنا تقليد يصل الى حد العقوبة بالنسبه للاتحاد عندنا، ان الفرق تسيب، يعني بنعتبرها حاجه جريمه ان احنا المهزوم يسيب الملعب ويطلع او يكون يعني ياخد التصرف ده. احنا ما لناش حكم على الاخرين، لكن احنا طبعا لازم نكون كويس، احنا لازم نقوم بتقاليدنا واخلاقياتنا واخلاقنا اللي احنا بنسعى اليها، وبنقول لاولادنا بنين وبنات لازم تتحلوا بيها على سواء على المحلي او الدولي. لكن رد الفعل خلاص خاص بيهم، لكن احنا بالنسبه لنا لازم نكون في الشكل. اصل احنا حتى في بطولات كتير دوليه واولمبيه وحتى بعيدا عن منتخباتنا او ابطالنا في الالعاب الفرديه بنشوف دائما المتنافسين يصافحون بعضهم البعض في بعد انتهاء المباراه، ايا كان مين المهزوم الكل بيصافح بعضه حتى لو ما كانش منتخب من عندنا ولا اللاعب من عندنا. فانا استغربت جدا المشهد، ناس رايحه تصافحكم تسيبوهم وتمشوا ليه؟ هما بيعتقدوا ان هما كانوا احق بالفوز، وبالتالي يعني زعلانين، لكن الزعل عمره ما يترجم ابدا الى سوء سلوك.
احنا لازم يكون يعني رد الفعل طيب. وسيادتك انت قلت من لحظه استاذ يوسف انها منافسه، احنا تنافس شريف طبعا، فهزيمه الرياضه كلها فائز وفائز ومهزوم، دي رياضه احنا مش في الحرب. دي رياضه. ايوه بالظبط بالظبط، ده تعبير جيد جدا، تعبير هو ده الشكل الطبيعي للرياضه. فاحنا بنحاول نعلم اولادنا من الميني هاندبول لغايه لما يبقى لاعب منتخب قومي على الاخلاقيات دي. وصحيح في انه هم صغيرين بنبقى في ردع وفي تدخل، وفي بعض الاحيان حتى بنصل لولي الامر لو تجاوز، لكن في النهايه منظومه اخلاقيه رياضيه متكامله بنحاول نوصل بيها في رياضه كره اليد المصريه. على كل حال كل ده مش هيمنعنا من ان احنا نجدد التهنئه بفوز منتخب بناتنا تحت 18، وباذن الله نحقق افضل انجاز ممكن ويبقى احسن كمان من كل الحاجات السابقه. الف الف مبروك مره ثانيه يا دكتور، كل الشكر حضرتك دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد.